السادة متتبعي وكالة أخبار ريالي ب 24، نحن في مسرحة مركز طبرق الطبي. الأعمال على قدم وساق لنقل جثامين عدد حوالي 150 مصري غرقوا في فيضانات مدينة درنة. سيتم نقلهم من مطار طبرق ومن ثم إلى مصر. حقيقة يعني أعداد كبيرة جدا من المصريين ومن الليبيين هنا لتوديع هذه الجثامين، كارثة يعني بمعنى الكلمة. نقل هؤلاء الجثامين إذا نحن داخل سيارة الممرضة لنقل هذه الجثامين، نقل مباشر نحن هنا الآن. هذه هي جثامين المصريين الذين غرقوا في مدينة درنة، نحن داخل الغرفة السيارة المبردة لنقل الجثامين إلى مطار طبرق ومن ثم إلى مصر. نقل مباشر وحي من مسرحة مركز طبرق الطبي. إذا السادة متابعي الوكالة، نحن في بث مباشر وحي من مدينة طبرق ومن داخل مركز طبرق الطبي، مئات من المصريين والمواطنين لتوديع هذه الجثامين، حوالي 150 جثمان مصريين. نحن في بث مباشر وحي من داخل مسرحة مركز طبرق الطبي. كم الجو هنا؟ 45 جثمان هنا في هذه السيارة. 45 لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. منظر حقيقة يعني محزن ومخيف جدا، كارثة كبيرة حلت بمدينة درنة الجميلة، مدينة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه جثمين بث مباشر وحي من داخل مركز طبرق الطبي. 45 جثمان في هذه السيارة. شوفوا الناس التبرعات بالمياه وكل شباب طبرق، كل شباب طبرق الان في نقل، شوفوا في نقل الجثامين هذه الى ما الى مصر عبر الطيران ان شاء الله. من داخل قاعده طبرق او مطار طبرق الدولي سيتم نقل هذه الجثامين، 145 جثمان مصري لقوا حتفهم في مدينه درنة. لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم. موقف رهيب جدا، موقف مدينه طبرق بالكامل، رجال الامن ورجال الصحه والمواطنين كلهم تطوعوا في تغسيل وتكفين هذه الجثث. يعني لا اله الا الله، موقف رهيب جدا حدث في مدينه درنة وعكس تآلف الليبيين وايضا المصريين ان شاء الله. واحد افراد بارك الله فيك، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. الضباط اللي مسافرين معنا وافقين الشباب كلكم رجال امن، والله يعني مشكورين جدا، مش غريبه عليكم انتم، بارك الله فيكم. 145 جثة او جثمان يقام على الراجل هذا واللي مصاب بالصدمة، بارك الله فيك يا فندي، مشكورين جدا والله، مشكورين جدا. مسك رايب روحه، عارفك والله، عارفينكم والناس كلهم يتبعوا فيكم الان، موقف طيب ان شاء الله في ميزان، مش غريب عليكم راه، شوفوا فيكم في الهجره وشوفوا فيكم الكلام هذا كله، لكن ان شاء الله مشكورين، بارك الله فيكم. ما عندناش فيها جميل، لا لا اكيد ما عندناش، مشكورين. نحن في مسرحه مركز طبرق الطبي لتغسيل وتكفين عدد 145 مواطن مصري كانوا في سوق الخضار وايضا مقاطنين مدينه درنة لقوا حتفهم اثناء الفيضانات التي اجتاحت مدينه درنة، مدينه الورد والياسمين، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الساده متابعي الوكاله، نحن في بث مباشر وحي من هنا من مدينه طبرق، نشوف اعداد الناس الكبيره جدا هنا في مركز طبرق الطبي، كل متعاون في النقل والتغسيل والتكفين. مواقف طيبة جدا من رجال الأمن ورجال الصحة ومن بلدية طبرق ومن كل
الجهات شوفوا الناس هذوما اغلبهم مصريين يعني شوفوا مصريين هنا جاءوا هنا الى مركز طبرق الطبي لتوديع اخوانهم واشقائهم المصريين. نحن شعب واحد مصر وليبيا حقيقة. شوفوا الناس وشوفوا رجال الأمن الجميع واقف. تعرفوا بك مرحبا اخبار بس كيف حالك طيبة. والله نحن ناس مش عارف كيف نحكي معك يعني بارك الله بيك. موقف يبكي ويزعل ويفرح الاثنين يعني شوف عظيم جدا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. صلى الله للسلام والهداية. كم عددهم الله معك؟ الله يقرب عن 200 300 300. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. موقف رهيب 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 جدا داخل المشرحة. التعاون نعم.